أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. مجلس النواب يحدد السبت المقبل موعد الانتخاب رئيس جديد. العراق يتفق مع مجموعة الاتصال الاقتصادي على خطة عمل لستة أشهر. البنك المركزي يوفر الدولار النقدي لزبائن المصارف المجازة. حدد مجلس النواب السبت المقبل موعدا لعقد جلسة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، وبحسب جدول الأعمال الذي نشره الإعلام النيابي تتضمن الجلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. اتفقت الحكومة العراقية مع مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراقية على تشكيل فريق وخطة عمل لمدة ستة أشهر، تضم المجموعة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي. أبلغ البنك المركزي العراقي المصارف المجازة باستعداده لتلبية طلبات زبائنها من الدولار النقدي. وجه البنك إعماما إلى المصارف لإعلامه بحاجتها من الدولار النقدي ليتسنى توفير المبالغ المطلوبة بالسرعة الممكنة. سمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى فريق قانوني يمثل جنوب أفريقيا في دعوة أقامها ضد إسرائيل. تتضمن الدعوة توجيه تهمة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين ومطالبة بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها غدا الجمعة. كان المنتخب قد أنهى معسكرا تدريبيا في أبو ظبي قبيل توجهه نحو قطر، خاض خلاله مباراة ودية مع كوريا الجنوبية انتهت بفوز الأخيرة بهدف وحيد. للمزيد تابعوا منصات يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.